السلام عليكم ورحمة الله. هنكمل مع بعض شابتر الدي سي بريدجز. عايزين نعرف ويتستون بريدج بتستخدم في قياس مقاومة مجهولة ازاي. دلوقتي بنوصل اول حاجة عندي بوصل مقاومة مجهولة اللي هي لو هي R4 بنوصل المقاومة المجهولة ونبتدي نغير في الثلاث مقاومات اللي هم R1 وR2 وR3 بنفضل نغير فيهم تبقى مقاومات متغيرة لحد ما الجالفانوميتر يقرا صفر. طبعا عرفنا من المحاضرة اللي فاتت ان هو لما بيقرا صفر كده ببقى وصلت للبالانس كونديشن. طيب بعد ما بوصل بالانس كونديشن بطبق في قانون الاتزان اللي هو R1 على R3 بتساوي R2 على R4 ومنها اروح اجيب الايه R4. طيب ده الكلام ده لو انا بصيت من النقطة A. لو انا بصيت من النقطة B ممكن اطبق قانون الاتزان اقول ان هو R1 على R2 بيساوي R3 على R4 برضو صح. لو انا بصيت من النقطة دي اقدر اطبق قانون الاتزان واقول ان هو R2 على R1 بيساوي R4 على R3 برضو صح. لو انا بصيت برضو من النقطة C من تحت اطبق قانون الاتزان واقول ان R3 على R1 بيساوي R4 على R2. يبقى ايا كان الاتجاه اللي انا ببص منه اقدر اطبق قانون الاتزان مادام الجالفانوميتر بتاعي وصل للصفر وهيبقى هو لان هو قانون واحد. تمام كده. واطبق في ال R4 اللي هو ال Rx بيساوي R2 على R1 في R3. يبقى كده طريقة استخدام ويتستون بريدج في القياس. طيب من تطبيقات ويتستون بريدج في عندي تو بريدجز بيستخدموا في قياس جراوند فولت. هنعرف ايه جراوند فولت دلوقتي. في عندي حاجة اسمها موري وحاجة اسمها فارلي لوب. اول واحدة فيهم موري لوب تيست هي تطبيق على ويتستون بريدج بتستخدم في ايه؟ في ايجاد مكان الجراوند فولت في الكابلات الاندر جراوندد بيبقى حصل فيها جراوند فولت. تعال نشوف كده شكلها الاول. فيها تو ارمز فوق زي ويتستون بريدج بالظبط R1 وR2 واصله ببطاريه. طيب التو ارمز التانيين فيهم ايه؟ الارم الاولاني اللي هو اللي تحت ده فيه السلك ديفكتيف كونداكتور اللي هو الكيبل الاندر جراوندد اللي حصل فيه جراوند فولت اللي هو اللي بي ده الكيبل اللي حصل فيه جراوند فولت. طيب الجراوند فولت عبارة عن ايه؟ عبارة عن في نقطة عندي في الكيبل ده وصلت بالارضي. في نقطة على الكيبل حصل لها تماس مع الارضي وصلت بالارضي فده بنسميه الجراوند فولت. لمست يعني لمست مع الارضي فبنسميه جراوند ايه؟ فولت. حصل على حصل الفولت ده على مسافة ال x من السلك من الكيبل فببقى عايز اعرف مكان الفولت فين. يعني عايز اعرف ال x دي بكام. يبقى انا بستخدم دلوقتي موري لوب عشان اعرف مكان الجراوند فولت حصل على مسافة قد ايه من الكابل بتاعي اللي تحت الارض اندر جراوند سواء كان في تحت الارض او ماشي في الحيط او ايا كان ايه مكانه. طيب ده ارم من الارمز اللي عندي. وبرده في ارم كمان اللي هو الجود كوندكتور اللي هو ال اي سلك اسمه ال اي. طيب ال ال اي ده بقى طب انا عرفت ان ال بي هو ديفكتيف كوندكتور اللي حصل فيه الفولت. اما ال اي ده ال اي ده انا اللي بوصله بمد سلك بنفس مواصفات الاندر جراوند كيبل. يعني بجيب كابل بنفس مواصفات الكابل اللي هو اللي حصل فيه الفولت وبمده بنفس طول السلك ده بنفس طول السلك. يعني بجيب سلك بنفس مواصفات ال ال بي بجيب ال اي نفس الطول وامده واعمل يعني بخلي ال اي طول ال بي واحط بينهم شورت سيركت في النهايه كده عند نهايته بعمل بينهم شورت سيركت عند نهايه السلكين. طيب تعال نشوف بقى ايه موري لوب ازاي بيستخدم في ايجاد ال LX. طيب اعرف ازاي اجيب ال LX؟ قال هعمل مناظره على بين موري لوب
وبين هويتستون بريدج. يعني ايه اعمل مناظره؟ يعني قالك لو انا، هو تطبيق على هويتستون بريدج، يعني موري لوب تطبيق على هويتستون بريدج. لو انا قدرت اجيب ار واحد اللي في موري لوب وار اتنين وار تلاتة وار اربعة اللي موجودة في موري لوب، ووصلت وقعدت احرك في المقاومات لحد ما وصلت لان الجالفانوميتر يقرا صفر، يبقى انا وصلت لحالة الاتزان، فطبق على طول قانون الاتزان بتاعي. تمام كده؟ يبقى انا مجرد ان انا اوصل ان الجالفانوميتر يقرا صفر في موري لوب، اطبق على طول قانون الاتزان، فاقدر اجيب الار اكس من القانون بتاع الاتزان. طيب عشان اعمل مناظرة بين البريدجين بحيث يبقوا متساويين، عايز اعرف كم حاجة. عايز اعرف اي والبي والسي والدي اللي في هويتستون بريدج موجودين فين على موري لوب. تعال نشوف كده. ادي الاي اللي في هويتستون بريدج وفي موري لوب، مقابلها في موري لوب، وادي البي وادي الدي. تمام كده؟ طيب اهم نقطة عندي وهي السي، ازاي اعرفها؟ لو بصينا في هويتستون بريدج النقطة سي دي اعرفها ازاي؟ هي النقطة اللي واصلة بسالب البطارية، بسالب البطارية اللي بتغذي هويتستون بريدج. طيب فين النقطة دي على موري لوب؟ تعال نشوف كده فين النقطة اللي واصلة بسالب البطارية على موري لوب. ادي النقطة ظهرت عندي اللي هي تحت كلمة ال بي، هي دي النقطة اللي واصلة بسالب البطارية، يبقى هي دي السي بتاعتي. طيب كده انا عرفت الاربع نقط الاي والبي والسي والدي. انا عايز اعرف بقى مين دلوقتي؟ عايز اعرف الار واحد بيقابلها ايه في موري لوب، والار اتنين بيقابلها ايه، والار تلاتة بيقابلها ايه، والار اربعة بيقابلها ايه. الار واحد واصلة بين الاي والبي، يبقى بين الاي والبي ار واحد. تعال نشوف موري لوب هي ار واحد. بين الاي والدي في ار اتنين، في موري لوب هي برضو ار اتنين. طيب بين البي الار تلاتة، الار تلاتة بين البي والسي. تعال نشوف ايه اللي موجود في موري لوب بين البي والسي. لو بصينا على السهم الاحمر اللي ظهر هنلاقي ال اكس بس هي اللي موجودة. طيب ال ال اكس دي سلك له مقاومة، فهسميها ار اكس لان الار بيساوي روف ال على اي، يبقى ار تلاتة في موري لوب هي ار اكس. طب ار اربعة، ار اربعة دي موجودة فين؟ موجودة بين الدي والسي. تعال نشوف ايه اللي موجود في موري لوب بين الدي والسي. موجود السلك اللي هو ال اي، وموجود جزء من السلك بتاع ال ال بي. طب الجزء اللي موجود في ال بي ده عبارة عن ايه؟ يعني احسبه ازاي؟ قالك عبارة عن ال بي كلها ناقص ال ال اكس. يبقى الجزء اللي انا موجود بين الدي والسي هي الار اي كلها، والجزء اللي متاخد من ال ال بي اللي هي عبارة عن ال بي ناقص ال اكس. يبقى انا عندي لو بصيت ار اربعة عبارة عن ار اي زائد ار بي ناقص ار اكس. تمام كده؟ يبقى انا عرفت ار واحد واتنين تلاتة واربعة اللي موجودين في موري لوب. يبقى مجرد ان انا اوصل للاتزان اطبق القانون بتاعي اللي هو ار اتنين على ار واحد بيساوي ار اربعة على ار تلاتة، وعرفنا ان ار اتنين على ار واحد هما هشيل ار اربعة وعوض بقيمتها، واشيل ار تلاتة وعوض بقيمتها اللي هي ار اكس. انا محتاج مين؟ اعرف مين؟ اعرف قيمة الار اكس اللي هي هتحدد لي مكان الفولت ال اكس. طيب هجيب ار اكس لوحدها في طرف لوحدها، هتبقى بتساوي ار واحد على ار واحد زائد ار اتنين في ار اي زائد ار بي. النسبة اللي هي عبارة عن ار واحد على ار واحد زائد ار اتنين دي نسبة ملهاش وحدة، يعني بقسم مقاومة على مقاومة يبقى الناتج رقم ملوش وحدة. وبالتالي لو حبيت اغير ار اكس دي واخليها ال اكس، يبقى اغير كمان ار اي وار بي واخليها ايه؟ طول. يعني لو ضربت الرقم في طول يبقى الناتج طول، لو ضربت الرقم اللي هو النسبة دي ضربتها في مقاومة يبقى الناتج مقاومة. تمام كده؟ يبقى عادي ممكن استبدل ال ار اكس بال اكس، وساعتها استبدل ال ار اي والار بي بال اي وال بي اللي هي طول سلك ال اي وال بي. طيب احنا خلينا اصلا ال اي بتساوي ال بي، خدنا مدينا سلك كده طوله ال اي اللي هو جود كوندكتور، خليناه بيساوي ال بي اللي هو السلك اللي حصل فيه الفولت. تمام كده؟ وخليناه بنفس مواصفاته، يعني رو في ال على ايه هي نفس الرو، يعني نفس المادة. تمام كده؟ نفس الرو والال والاي، وبالتالي
ال اي بتساوي ال بي بتساوي ال، يبقى ممكن اقول ال اي زائد ال بي بتساوي 2 ال. يبقى القانون في النهايه هيبقى عباره عن ال اكس بتساوي ار 1 على ار 1 زائد ار 2 في 2 ال. يبقى انا كده قدرت احدد طول الفولت او طول المسافه اللي حصل عندها ايه الجراوند فولت باستخدام موري لوب تيست. في بريدج تانية اسمها فارلي لوب تيست. فارلي لوب هو نفس الابليكيشن بتاعه، بيستخدم في قياس او في تحديد مكان جراوند فولت في الاندر جراوند كيبلز، يبقى نفس استخدام موري، ولكن بيجيب مكان الفولت على مرحلتين، بيجيبها على مرحلتين. بيروح يجيب في المرحلة الاولانية طول الار بي، طول الار بي ببقاش عارف طول السلك اللي حصل فيه الفولت، ما ببقاش عارف طول السلك اللي حصل فيه الفولت، فبروح اعين في المرحلة الاولانية طول السلك ده بكام، والمرحلة التانية اروح اعرف بقى احدد الفولت حصل فين بالظبط. تمام كده؟ يبقى ايه فرقها، فرق فارلي عن موري؟ ان هو انا ما ببقاش عارف طول الاندر جراوند كيبل اللي هو الار بي، فبروح اعينه في المرحله الاولانيه، وبعد كده اروح اعين الفولت في المرحله الثانيه. طيب تعال شوف شكل البريدج كده، هي شبه موري فارلي، شبه موري ازاي؟ ما هي نفس الحكايه، ار اي اهي وار بي، ماده ار اي وار بي. طيب زاد عليها ايه بقى؟ هناك كان في ار واحد وار اتنين بس، هنا زاد في عندي ار تلاتة، وفي عندي سويتش بين البين بوزيشن اي اللي انا بروح عنده عين ار بي، وبوزيشن بي اللي انا بروح اجيب بقى خلاص عنده الفولت النهائي. يعني بوزيشن اي دي مرحلة بعين فيها حاجة اللي هي قيمة الار بي اللي هو الاندر جراوندد كيبل طوله قد ايه بالظبط، وبوزيشن بي بعين عنده ال اكس بقى اللي هو الفولت حصل فين بالظبط. تمام كده؟ يبقى هو نفس شكل موري بس زاد عليه ار 3 وسويتش بين البن A و B. تعال نشوف شكل البريدج على بوزيشن A هيبقى عامل ازاي، واطبق قانون الاتزان، واروح عند بوزيشن B وشكل البريدج فيها عامل ازاي واطبق قانون الاتزان. تمام كده؟ يبقى اول حاجة فارلي لوب عند بوزيشن A بيبقى شكلها عامل ازاي. هعمل مناظرة بينها وبين هويتستون بريدج بنفس طريقة موري بالظبط، وهنا ببقى على بوزيشن A، يبقى انا دلوقتي على بوزيشن A في فارلي لوب. هعمل مناظرة ازاي؟ ان انا اروح احط A والB والC والD. تعال نشوف كده، ادي الA زي بعض اهم، الB والD برضو نفس الكلام. طيب انا عندي دايما المشكلة بتبقى فين؟ في النقطة C. عرفنا ان C هي النقطة اللي واصلة بسالب البطارية. تعال نشوف في فارلي لوب الC فين؟ فين النقطة اللي واصلة بسالب البطارية؟ لو مشيت مع السهم ادي نقطة مفروض اللي واصلة بسالب البطارية، هي دي النقطة C، هي دي النقطة C اللي انا واقفة عليها، هي دي اللي واصلة بسالب البطارية. طيب هتقولي ليه مش اللي هناك اللي عند الجراوند؟ لا انا فاصل الجراوند عن سالب البطارية. تمام كده؟ طيب ادي نقطة C، هنعمل مناظرة في ايه؟ في ار واحد وار، خلاص عرفت ايه وبي وسي ودي، اعمل مناظرة في قيم المقاومات. يعني ايه قيم المقاومات؟ يعني ار واحد بيقابلها ار واحد، ار اتنين في هويتستون بريدج بيقابلها ار اتنين في فارلي، ار تلاتة في هويتستون بريدج بيقابلها ار تلاتة في فارلي لوب. يعني بصيت ار تلاتة اللي موجودة بين البي والسي، هاجي هنا ابص بين البي والسي في فارلي لوب هلاقيها ار تلاتة برضو. طب ار اربعة في فارلي لوب اللي هي موجودة بين الدي والسي، قالك ار اربعة عبارة عن ار اي كلها زائد ار بي كلها، ار اي زائد ار بي. طب تفتكر مين المجهول هنا؟ انا عندي ار واحد معلومة وار اتنين معلومة وار تلاتة معلومة، والار اي اللي انا مستخدمها في فارلي لوب دي انا اللي بستخدمها من فوق جود كوندكتور اللي انا بحطه، مين المجهول الوحيد؟ هو الار بي. وبالتالي لما اطبق قانون الاتزان هيبقى المجهود الوحيد عندي هو ار بي اللي هو طول الكيبل اللي حصل فيه الفولت. لما اطبق قانون الاتزان هقول ار اتنين على ار واحد بتساوي ار اربعة على ار تلاتة. طب ار اربعة هي مين؟ هي ار اي زائد ار بي. يبقى المجهود الوحيد هنا مين؟ هو ار بي. يبقى انا كده جبت مين؟ الار بي في حالة البوزيشن الاولية.
طيب عايزه ادرس برضو فالي لوب عند البوزيشن التاني اللي هو بوزيشن بي. نفس الحكايه هعمل مناظره بين ويتستون بريدج العاديه وبين فالي لوب على بوزيشن بي. وصلت كده السويتش على بوزيشن بي، مطلوب مني اعرف الاي بي والاي والبي والسي والدي فين، والمقاومات ار واحد بتساوي ايه واتنين وتلاته واربعه زي ما عملنا في المرتين اللي فاتوا. ادي الاي والبي والدي، المشكلة عندي في مين؟ في السي. السي هي اللي واصلة مين؟ بسالب البطارية. تعال نشوف على فالي لوب هنا بقى السي فين، مين اللي واصل في سالب البطارية هنا؟ انا عندي اللي واصل بسالب البطارية، مادام ده جراوند يبقى ده جراوند صح؟ يبقى جراوند واصلين دايما، الجراوند بيبقى واصل ببعضه، فجراوند اللي واصل بسالب البطارية واصل بالجراوند بتاع الفولت. يبقى انا سالب البطارية واصل بمين؟ واصل بالنقطة اللي حصل عندها الفولت، واصل بالنقطة اللي حاصل عندها الفولت، لأني وصلت سالب البطارية بالجراوند، والفولت عبارة عن إن الجراوند لمس في حتة معينة في السلك، صح ولا إيه؟ طيب أو في حتة معينة وصلت بالإيه؟ بالجراوند، يبقى هي دي النقطة سي. يبقى أنا كده قدرت أحدد مين الإي والبي والسي والدي. هنعمل مناظرة بين المقاومات، آر واحد هي آر واحد بين الإي والبي، آر اتنين هي الآر اتنين بين الإي والدي. طيب عايزين نعرف مين ار 3 بكام وار 4 بكام. ار 3 موجوده بين البي والسي، تعال نشوف هنا بين البي والسي في ايه. بين البي والسي في ار 3 زائد ار اكس، لو بصيت على البريدج اللي قدامي هلاقي ان بين البي والسي في ار 3 زائد ار اكس. طيب ار 4، ار 4 عباره عن الار اي زائد الجزء اللي موجود مقطوع من الار بي. طيب زي المرة اللي فاتت الجزء ده بكام؟ الجزء ده عبارة عن ار بي كلها ناقص ار اكس، يبقى موجود بين الدي والسي، موجود بين الدي والسي ار اي كلها زائد الجزء اللي مقطوع من الار بي اللي هو عبارة عن ار بي ناقص ار اكس. يبقى انا كده عرفت ار 4. هطبق في قانون الاتزان، هقول ار 2 على ار 1 بيساوي ار 4 على ار 3. ار 2 وار 1 مفيهمش مشكلة، هماهم. ار 4 هشيلها وعوض بقيمتها، وار 3 هشيلها وعوض بقيمتها. ار 4 اللي هي عباره عن ار اي زائد ار بي ناقص ار اكس بين قوسين على ار 3، ار 3 الجديده بقى اللي هي ار 3 زائد ار اكس. كل اللي عندي معلومين 1 و2 و اي و بي جبناها من المرحله اللي فاتت من بوزيشن اي، المجهول الوحيد هنا ار اكس، فبروح اجيب الار اكس لوحدها في طرف لوحدها وعوض في المعادلة. يبقى أنا كده جبت الـ Rx اللي هو مكان الـ Ground Fault في Varley Loop. ميزة Varley Loop عن Moray Loop إن أنا لو معرفش طول الكيبل الـ Undergrounded بقدر أجيبه على الوضع الأولاني، دي حاجة. الحاجة التانية الـ Ra بدل ما مدها بطول الـ Underground Cable، افرض إن هو بالكيلومتر، هقعد امد ار اي بالكيلومتر او اجيب لفه بالكيلومتر عندي على في المعمل عشان اقدر اعرف الفولت فين، فلا لا هنا اقدر امد الار اي باي طول انا عايزه مختلف عن طول الار بي، مش شرط يكون الار اي بيساوي الار بي، لكن لازم يكون بنفس الايه النوعيه، نفس نوعيه الاندر جراوند كيبل ده، تمام كده. طيب يبقى انا كده استخدمت موري لوب وفالي لوب في ايجاد جراوند فولت في الاندر جراوندد كيبلز. دي تطبيقات على ويتستون بريدج، وكده تبقى الشابتر ده خلص.